العظمة. فلما يقول ايه اوفوا بعهدي اجيب، يبقى المسألة في ايد كنتم. نعم. بمجرد الايمان اصبحت المسألة في ايه؟ في اوفوا بعهدي اوفوا ايه؟ بعهدكم. وإياي فرحبون. الناس صنفان. صنف يوفي حق الجميل فيعبد عبادة الاستحقاق ويتبع تبعية المجازي والمحيي بالخير. وفي قسم ثاني لئيم. لئيم، إذا أنت أكرمت الكريمة فغلبته، وإن أنت أكرمت اللئيمة فمرده. خلاص. لو أن الله يقف من الجاحد الظالم موقفا آخر غير إنه يديله وعيد ويحذره بعذابه، كان يبقى إله فيه ركن ناقص. لازم كما إنه رحيم لازم يبقى قهار. نعم. مش كده ولا لا؟ نعم. لازم يبقى جبار. نعم. ليه؟ لأن الناس مش كلها لا واحد. إذا كان الناس مع بعضها بيقول إيه من الحلم، صفة الحلم دي يعني إنك ما تغضبش. من الحلم أن تستعمل الجهل دونه، تترك الحلم وتستعمل الجهل. إذا اتسعت في الحلم طرق المظالمة. لما تكون انت بقى هتحلم على الناس ويستضعفوك بقى ويركبوك بقى، يبقى من الحلم ان تستعمل ايه؟ ان تستعمل الجهل. اذن فلا بد من وجود امرين، انات فان لم يغني عطب بعدها، وعيدا فان لم يغني اغنت عزائمه. لازم مراحل موجوده. الشعر العربي حتى يقول صفحنا عن بني زهل وكنا القوم اخوانه، عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وانسى وهو عريان، مشينا مشيه الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين واضعاف واقران، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذله اذعان، وفي الشر نجاه حين لا ينجيك احسان.